أحبتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ده، وإن شاء الله يعجبكم. وما تنسوش إن أنتوا تشتركوا في قناتنا الجديدة وتدعمونا، وإن شاء الله مستنيين التعليقات بتاعتكم في الكومنتس أسفل الفيديو، وياريت تشيروا الفيديو وتنشروه لأن القناة محتاجة دعمكم. وإن شاء الله النهاردة we are going to do an important exam. It's about expected final exam prep 3، امتحان متوقع لنصف العام الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ الامتحان على بركة الله. السؤال الأول وهو finish the following dialogue. سامي is talking to Ali about his tiring homework. سامي بيتكلم مع علي عن الهومورك المتعب بتاعه. tiring، tiring هنا معناها متعب. في عندي tired يعني متعب تعبان، وفي tiring متعب، الواجب بتاعه كان متعب. سامي بيقول I am so tired I can't continue this tiring homework. فعلي سأل سؤال فلازم نقرأ الإجابة. I have been studying for 5 hours. أنا بقالي 5 ساعات بذاكر. I have been studying for 5 hours. فأكيد السؤال هيقول له أنت بقالك قد إيه بتذاكر؟ كم المدة اللي أنت قعدت تذاكر فيها؟ طبعا السؤال كم المدة اللي هو how long. أوكي، وبعدين همسك الجملة اللي هي الأنسر اللي عندي أو الرد بتاعي بتاع سامي، وهكون منه السؤال، لان مش هينفع ان انا اعمل اي سؤال، لازم اعمل على الاجابة اللي موجودة. بيقول له I have been. How long have you been? Okay. How long have you been studying? ده السؤال بتاعنا، او ده الايه السؤال اللي هيسأله علي لسامي. فسامي قال له I have been studying for 5 hours. فبيرد عليه علي رد كده، فقال له you are right، انت محق. اكيد علي استغرب ان هو انت بقالك فترة كبيرة 5 ساعات بتذاكر. فيو شود هاف ريست او سام ريست، يو شود هاف سام ريست، ديت الجملة المتوقعة من علي. يو شود هاف سام ريست. فرد علي سامي قال له يو ار رايت، انت محق. سأل سؤال فقال له وي كان جو اوت فور ا ووك. طيب بسأله يقول له هتقترح ايه؟ What do you suggest for me? What do you suggest for me? ما الذي تقترحه علي؟ فقال له we can go out for a walk then you can return and continue studying. فهيقول له هذه فكرة جيدة او اي حاجة. يقول له طبعا that sounds great او that sounds good. اوكي، نخش على السؤال الثاني. Question number 2. Write what would you say in each of the following situations. اللي هو سؤال المواقف. Number 1. You want to invite your friend to your house next Friday. أنت تريد أن تدعو صديقك على أن هو يحضر لبيتك الجمعة القادمة. طبعا أنا هنا لازم في السيتويشن عموما أقدر أن أنا أفهم إذا كان مطلوب مني أن أنا هسأل سؤال ولا هقول جملة رد على سؤال، ولا هقول جملة عادية اللي هي بنسميها جملة خبرية عادية. طبعا احنا في الجملة دي want to invite، يبقى انت هتقول جملة خبرية عادية خالص، هتعزم فيها صديقك على الهاوس على المنزل بتاعك. فانت عندنا طريقتين للinvitation، طريقتين مهمين جدا، اللي هما اول طريقة عندي I would like to invite you. I would like to invite you، وحط بعدها المكان او الشيء اللي انا بعزم صديقي عليه. I would like to invite you. بعد كده would you like to، would you like to come to my house next Friday. ممكن اقول ايه I would like to invite you to my house next Friday، او would you like to come to my house next Friday. اللي جبت صح. I would like to invite you to my house next Friday. نحفظ واحدة منهم يا جماعة ونثبتها معنا. دي الدعوة لأي شخص في أي مكان.
would I would like to invite you to my house next Friday. السيتويشن الثاني you express your feelings. انت بتعبر عن مشاعرك when your favorite team wins a match. لما الفريق المفضل بتاعك يكسب ماتش. خلي بالك من wins هنا في البريزنت. يبقى انا هقول I feel. I feel ايه؟ اكيد I feel happy. الفريق بتاعي فاز فانا هقول I feel happy او I feel excited. اوكي okay. You are emphasizing the importance of remembering friends' birthdays. انت بتأكد على أهمية تذكر أعياد ميلاد أصدقائك. تمام. للتأكيد على أي شيء طبعا احنا خدنا الجزئية دي في language functions اللي عندنا. كنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم كذا طريقة. ممكن نقول don't forget to remember friends birthdays, او ممكن اقول you must remember to remember, او you must remember friends birthdays, او ممكن اقولها بطريقه ثالثه هقول it's important to remember friends birthdays, ودي اللي انا هقولها في اخر حاجه it's important to remember friends birthdays. خش على السؤال الثالث عندنا, هو سؤال مهم جدا, هو سؤال الباسج. نقرا القطعه مع بعض, ولازم الاول قبل ما نحل الباسج لازم نقرا القطعه من الالف للياء, نقراها من اول كلمه لاخر كلمه. Reading is a useful and important habit in our modern life. Habit, عادة. We read books when we are alone or have free time. بنقرأ الكتب لما بنكون alone لوحدنا أو have free time أو يكون عندنا وقت فراغ. A lot of people prefer watching television but I like reading. في ناس كتيرة prefer تفضل watching television but I like reading because it widens my mind. Widens here معناها ايوه معناها ايه, widens يوسع my mind عقلي. I can find new ideas, انا اقدر ان انا الاقي افكار جديدة. And a lot of information which help me to make my life better, اخلي حياتي افضل. It gives me the chance to think and dream, بتديني الفرصة ان انا افكر واحلم. Although we live in the age of computer, the internet, and there is a television set, جهاز تلفزيون in every house, we need to read books which are easier to carry and move with us everywhere, تحرك معنا في كل مكان. And every time try to read a book in the shade of a tree, in the shade of, في ظل شجرة, in the shade of a tree, in a garden or a field, and I am sure you will enjoy it very much. دي الباسج بتاعتنا. نحاول نشوف الأسئلة ونوعية الأسئلة بتاعتنا في الباسج. في عندي نوعين من الأسئلة, في ثلاث أسئلة open-ended questions, وفي عندي سؤالين choose. الأسئلة الـ open-ended questions بيقول لي when can you read books, متى يمكنك قراءة الكتب, امتى بنقدر نقرأ الكتب. نعالوا نشوف مع بعض كده امتى بنقدر نقرأ الكتب. reading بنقراها when, اهو when we are alone or have free time, when we are alone or have free time. okay تعالوا نشوف كده مع بعض الإجابة مع بعض. When you are alone or have free time. السؤال الثاني, why is reading important and useful, ليه القراءة مهمة ومفيدة. تعالوا نشوف الإجابة معنا. Because it widens, لو قرينا ورجعنا للباسج هنلاقي إنها بتقول it widens the mind and gives us the chance to think and dream. Where can you read a book, لو رجعنا برضو للباسج هنلاقي ان احنا بنقدر نقرأ البوك everywhere في كل مكان, وممكن under the shadow of a tree, تحت ظل الشجرة. We can read everywhere or under a tree. بالنسبة لأسئلة الاختياري, space people prefer watching TV, كان عندنا في الباسج few ولا much ولا many, كانت جاية a lot of people prefer, a lot of people معناها many people, بنختار many. بالنسبة للreading is a space habit, من خلال قراءتنا
الباسج هنلاحظ ان هي كانت يوسفل هابت، عاده مفيده. اوكي كده كده خلصت الباسج. نخش على السؤال الرابع وهو سؤال مهم جدا، هو سؤال ريدر ماتش كولوم A with كولوم B. طبعا عندي أسئلة القصة السنة دي، أو السنة دي في تعديل في سؤال القصة إن هو بيشمل سؤال التوصيل زي السنة اللي فاتت تماما، بس الاختلاف هو في سؤال اللي هو المباشر أو السؤال الأوبن إنديد كويستشن، بدل ما هو خمس أسئلة أصبح سؤالين اتنين. طيب هنقرأ الأسئلة التوصيل كده. فارمر جراي جاف ايه؟ نقرأ كده مع بعض. جاف فلاورز تو اول هورسز، ما اعتقدش. ووز سكوير جوردونز هيلبر، ووز هابي تو شير ان سيفينج مسز جوردون، هيلسي فود تو هيز هورسز. طبعا هي دي الإجابة، جاف هيلسي فود تو هيز هورسز، دي الإجابة نمبر 1. هنوصلها بنمبر بي. ماري ليجز ثرو ذا بويز اون ذا جراوند، طبعا حدفت الولاد على الأرض. Throw the boys on the ground. Number 3. John Manley كان المساعد بتاع Squire Gordon. Was Squire Gordon's helper. Black Beauty كان سعيد to share in saving Mrs. Gordon. كان سعيد في المشاركة في إنقاذ السيدة Gordon. الأسئلة المباشرة. The first one. Why did Ginger often bite or kick people? ليه جينجر كانت دايما او كانت غالبا بتعض او بترفس الناس؟ طبعا because people were bad او unkind to her، كانوا الناس unkind to her in the past. وكان ده ليه؟ لان she refuses what they wanted her to do، كانت هي بترفض اللي هم بيقولوا لها تعمله، فكانوا هو they hit her hard because people were unkind to her in the past when she refuses what they wanted her to do. السؤال الثاني في القصة. What would happen؟ ماذا كان سوف يحدث if Black Beauty continued crossing the bridge؟ لو Black Beauty استمر في عبور البريدج. طبعا لو استمر في عبور البريدج كانوا هيقعوا في النهر وكانوا هيموتوا، كان ممكن يموتوا. هنقولها ازاي؟ They would fall in the river and might die. They would fall in the river and might die. ندخل على السؤال اللي بعد كده وهو السؤال number 5. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. Salt الملح is often used to space fish. نستخدمه عشان نعمل ايه في السمك؟ Preserve fish, celebrate, decorate, باك. يلا نجاوب مع بعض. ايوه بريزيرف فيش، نحفظ السمك. نمبر 2. ذا ريستورانت ان ذا جايد بوك، المطعم اللي في الجايد بوك اللي هو الكتاب الارشادي. واز ا فيري جود ريكومنديشن انفورميشن باريت ريفيو، طبعا ريكومنديشن توصيه رائعه. اوكي نمبر 3. اتس نوت تو هوت اون ذا بيتش، الجو مش حر في مش حر قوي في البيتش. Because there is a nice wave storm breeze cloud، طبعا في عندنا a nice breeze يعني نسيم جميل on the beach. Number 4. This program focuses يركز space developing your ability to work in a team. طبعا احنا عارفين ان focus بتاخد حرف الجر on يا شباب، يبقى focus on. عايزين نحفظ حروف الجر المرتبطة بالأفعال دي لأن ده بتوقعنا كتير في الامتحانات. focus بتاخد حرف الجر on، focus on يركز على. question number 5. My sister is very polite. Furthermore she is very active. ليه أنا اخترت furthermore؟ أنا هنا بعمل adding للinformation، إضافة للمعلومات، وعندي حاجتين اتنين درسناهم السنة دي، هي in addition to و furthermore. طبعا in addition to ما ينفعش تيجي هنا لان in addition بتيجي بعدها gerund، بيجي بعدها gerund اللي هو الverb plus ال ing، او يجي بعدها noun. لكن هنا جاي لي جملة كاملة وجاية في بداية الجملة التانية، فبنستخدم furthermore، و furthermore ممكن نستخدم بدل منها in addition في واحدة تانية اسمها in addition، ممكن نستخدمها في structure تاني اللي هو in addition
she is very active. مش in addition to. In addition to بتيجي غالبا في بداية الجملة الأولى وبيجي بعدها followed by إيه الجيراند زي ما أنا قلت أو النون. Question number six لو آخر سؤال عندنا. I space come to your office last week because I was ill. خلي بالك من كلمة last week. I space طبعا احنا خدنا نفي المقدرة في الماضي كنا استخدمنا couldn't أو wasn't able to. couldn't أو wasn't able to بس لأن هو كان عيان فما قدرش إيه يروح المكتب الأسبوع اللي فات. يبقى I مفيش عندي couldn't يبقى استخدم wasn't able to come to your office last week because I was ill. السؤال اللي بعد كده سؤال مهم جدا وهو سؤال rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. سؤال اللي هو إعادة كتابة الجملة باستخدام الكلمة اللي بين قوسين. هو أول جملة عندنا بالنسبة للجرامر بتاع transitive والintransitive verbs الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة. أمير bought me a present عايز نستخدم حرف الجر for. طبعا ده سؤال سهل جدا ان انا علشان احط حرف الجر هنا لازم احطه مع المفعول ال indirect object اللي عندي او المفعول اللي هو الغير مباشر اللي عندي اللي هو me. طبعا المفعول الغير مباشر بقدر اميزه ازاي؟ بلاقيه اما يكون object pronoun زي me زي him زي her او ممكن يكون شيء عاقل زي my father my mother علي احمد and so on. فاحنا هنحط حرف الجر مع اللي هو البروناون اللي عندنا اللي هو مي بالتالي فلازم نرحل مي في اخر الجملة. يبقى هناخد حرف الجر قبل مي بس هنحط مي في اخر الجملة لان ما ينفعش يجي حرف الجر مع الاندايركت اوبجكت وهو جنب الفيرب كده لازم نرحله في اخر الجملة. يبقى امير بوت ابريزنت واخد مي ده حطها في الاخر بس حط قبلها فور يبقى فور مي. امير اهي put a present for me حطيت for me في الاخر حرف الجر مع ال indirect object في اخر الجملة. الجملة اللي بعد كده وهي عبارة عن استخدامات could. بيقول لي علي was able to give all the answers to the sums. عايزين نستخدم could. طبعا عارفين ان could بتساوي ايه في الجملة؟ بتساوي was able to. فانا هشيل was able to حط مكانها could. اوعى تحط could مع to. تقولش علي could to give لا هنشيل to مع was able to. يبقى علي could give all the answers to the sums. علي could give all the answers to the sums. السؤال الأخير في الريرايت. علا received a medal for winning the race. She is an excellent runner. Who عايزني أربط ب relative pronoun اللي عندي اللي هو who. طبعا احنا خدناها في الوحدة الأخيرة تقريبا اللي هو الريلاتيف بروناونز وازاي اربط بيها. عندي هو هنا هبص الاول للجمله الاولانيه واشوف ايه اللي عندي الاسم اللي بيقبل ياخد بعديه هو. طبعا هبص الاقي علا فانا هضطر اقف عند علا هنا هقول علا احط كوما بعدها وبعدين اربط بمين بهو وهكمل اقول received a medal for winning the race. لا غلط مش هكمل الجمله دي هروح على الجمله الثانيه. يبقى انا كل اللي هاخده من الجمله دي عند علا كده وقف لان علا هي اللي هتاخد بعدها هو لان علا عاقل فهقول علا كما وحط هو وبعدين امشي في الجملة التانية. هشيل شي لانها عايدة على علا بيقول لي هي تعتبر او هي تكون عداءة ممتازة فانا هشيل شي لانها عايدة على مين على علا هلغيها من الجملة التانية. فانا هقول علا كما هو ها is an excellent runner حط كما تاني وارجع للجزء اللي انا سبته في الجملة الاولانية اللي هو received a medal for winning the race. يبقى علا who is an excellent runner كما received a medal for winning the race. نقولها كده مع بعض علا وحط الكما بتاعتي وبعدين هو خلاص اللي هو ال relative pronoun اللي عندي وبعدين بدأ من الجملة الاخيرة اللي هي is an excellent runner who is an excellent runner وحط كما تاني وكمل الجملة اللي هو سابها في الأول received a medal for winning the race received a medal for winning the race. نخش بعد كده على سؤال مهم جدا وهو سؤال الباراجراف. سؤال الباراجراف السنة دي
write a paragraph of 110 words about one of the following, عن احد الموضوعين. هيديني موضوعين ويطلب مني اكتب فيهم 110 كلمة، وده رقم مش صغير. بس ان شاء الله انا عامل لكم مقدمة كويسة وعامل لكم خاتمة كمان كويسة، تقدر ان انت تزود بها عدد الكلمات اللي عندك. وممكن في بعض النصايح كده بالنسبة لكتابة الباراجراف. اول نصيحة ليا انها ان انت ما تبدأش تكتب الباراجراف في نفس المكان المخصص للباراجراف، يعني الباراجراف هو السؤال السابع، ما تجيش في صفحة 7 وتكتب الباراجراف دايركتلي كده في مكانه، لان انت اكيد هتغلط. فبالتالي ياريت نبدأ في مكان تاني خالص، ونعمل درافت كده على جنب، ونشخبط فيه براحتنا ونغلط فيه براحتنا، وبعدين ننقل الافكار كلها في المكان المخصص للباراجراف، تمام؟ ونمسح اللي احنا الدرافت اللي احنا عملناه ده. اول حاجة هترتب افكارك، هنحفظ الجملة الافتتاحية اللي انا بقولها دي اللي هقولها لكم، وبعد كده ترتبوا افكاركم وتحافظوا على السبيلنج بتاع الكلمات، وتحافظوا على الجرامر. كل دي حاجات مهمة جدا في التقييم، والبانكتويشن برضو مهم جدا في التقييم بتاع السؤال ده. هنبدأ مع بعض الباراجراف الاولاني اللي هو robots are very useful in our life. ده احد المواضيع اللي موجودة عندنا في كتابنا. First of all, I would like to say that talking about robots in our life is very important topic. ده اول جملة افتتاحية عايزكم تحفظوها. هي first of all I would like to say that talking about، من بعد about دي احط ايه عنوان الباراجراف اللي عندي، robots in our life is very important topic، هو موضوع مهم جدا. In this paragraph، الجملة التانية بقى، in this paragraph I am going to shed the light on، سألقي الضوء على robots in our life، هألقي الضوء على وحط بعد كلمة على اللي هي كلمة ايه العنوان بتاعي بتاع الباراجراف اللي هو robots in our life. بعد كده نبدأ، talking about robots is important، using robots is important، there are many kinds of robots، vacuum cleaner robots can help you with your homework or your housework. Also, lawn mower robots can help in cutting grass. Doctors use robots in medicine to help patients. Robots are used in factories to increase the production. تزيد الإنتاج. Robots now can dive under the sea to study it. They can be sent into volcanoes. Japan is famous for making new robots. I think in the future robots will be used widely بشكل واسع. To conclude، ده اللي هو الختمة، هتبدأ من عندي to conclude، وفي الختام I want to emphasize، أريد أن أؤكد، that all the ideas in this paragraph، كل الأفكار في هذا الباراجراف، should be read accurately and carefully. Finally, I hope that my ideas were clear and simple. I hope that everyone benefits from them. ده الباراجراف الاولاني، وهنشوف الباراجراف الثاني مع بعض، وهو عن بيتكلم عن Egypt is a good place for tourists to visit. ده موضوع مهم جدا يا جماعة، اللي هو Egypt is a good place for tourists to visit. الموضوع ده مهم جدا. هنقول المقدمة بتاعتنا تاني. First of all, I would like to say that writing about Egypt is a good as a good place to visit is very important topic. In this paragraph, I am going to shed the light on Egypt as a good place for tourists. Egypt is a nice place to visit. There are a lot of interesting places. You can go to the pyramids, Luxor and Aswan. The weather is very good. The people are kind and friendly. The prices are cheap. There are a lot of hotels and restaurants. Tourists can go to Sharm el Sheikh and enjoy many activities there. Diving there is very exciting. Camping in the desert is a great fun.
Egypt is full of many amazing places. To conclude, خاتمة بتاعتنا, I want to emphasize that all the ideas in this paragraph should be read accurately and carefully. Finally, I hope that my ideas were clear and simple. I hope that everyone benefits from them. وبكده نكون خلصنا الامتحان بتاعنا, وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتنزلوه عندكم على الجهاز وتحاولوا تحفظوا الكلمات اللي موجودة الجديدة وطريقة حل الامتحان. وياريت ما تبخلوش علينا باللايك وبالسبسكرايب للقناة ودعمنا, لأن القناة زي ما قلت لكم لسه جديدة ومحتاجة دعمكم. وإن شاء الله مستني أي تعليقات ليكم في الكومنتس أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.